حاجه اهلا حضرتك عامله ايه؟ صورنا مع بعض كده تمام؟ الحمد لله. قول لحضرتك انت النهارده قابلتي انت من امهات المسؤوليات. ايوه. اسمك ايه الاول؟ عزه محمد حسني محمد. اه عندي كام ولد؟ عندي ولدين وثلاث بنات. ساكنه فين؟ في الفاش محافظه بني سويف. محافظه بني سويف. قولي لي النهارده انت قابلت الرئيس السيسي. ايوه. قولي لي الاجواء او احكي لي ايه اللي حصل من امبارح لحد النهارده. سمعت ان اتصلوا بيكي وقالوا لك تعالي وخد في ضم. احكي لنا اللي حصل. اتصلوا بيا الوزيره لرئيسة الشؤون طبعا في بلدي. تمام. قالت لي انت فزتي بالام المثاليه على محافظه بني سويف. تمام. اتصلت بينا هنا الشؤون هنا الوزاره وقالوا لنا لازم تحضروا في مصر عشان مقابله الوزيره والسيد الرئيس. تمام. فاحنا زي ما عارفين انتوا جينا طبعا وصلنا هنا مصر وقابلنا الوزيره حضره الوزيره الاول وزيره التضامن الدكتوره غدواني. تمام. واعطتنا فكره وحكينا القصص بتاعتنا كل واحده فينا. تمام. وتقابلنا احنا وسعاده الرئيس النهارده. انت وانت داخله انا عارف ان انت ما كنتش عارفه انت رايحه الرئاسه. لا عارفين مقبلين. انت داخله دلوقتي على قصر الاتحاديه اول مره تروحي؟ طبعا اول مره. كان احساسك ايه؟ كان احساسي طبعا الرئيس مستقبلنا. السلام عليكم. ده لنا شباب يعتبر بيت الرئيس ودي حاجه كبيره خالص عندنا. قابلت الرئيس قعدتي مع الرئيس؟ قعدنا معاه. قلت له ايه اول ما دخلتي؟ سلمنا عليه. طبعا. هو سلم علينا واتكلم معاه هو اتكلم معانا ونعم التواضع ونعم يعني احنا فخورين بالرئيس. قال لك الرئيس قال لك حاجه طلب قال لكم اتكلم ما قالنا كل واحده اتكلمت على مشاكلها وعلى قصتها. تمام. وطبعا طلبت منه ايه؟ انا والله انا سلمت عليه انا ما طلبتش حاجه. تمام. انا اولادي الحمد لله كبار ومتعلمين و... تقول ايه للرئيس؟ الله يحمي البلد مصر ويحمي مصر بيه. تمام. اتفضلي.